إيهاب توفي، أهلا وسهلا فيك بالإمارات بدبي. باشا، ومن هو الباشا وكيف هو الباشا وماذا سيفعل الباشا؟ خبرنا. أغنية باشا هي أغنية جديدة بنصور لها الفيديو كليب أنا وأخويا وصديقي المخرج عادل سرحان، واخترنا هنا يعني أرض الإمارات ودبي بالأخص عشان المناظر الطبيعية والأماكن الحلوة الموجودة هنا والإمكانيات الموجودة تساعدنا على إخراج التصوير بشكل مميز. فادعوا لنا ان ربنا يوفقنا ان شاء الله. اول مره مع عادل سرحان، اول مره مع لايف ستايلز ستوديوز. خبرنا هالتعامل كيف، يعني حضرتك اكيد انت وعادل بتعرفوا بعض من قبل، ولكن اول مره امام عدسه عادل سرحان، شو حاسس عادل اليوم عم بيضيف لإيهاب توفيق؟ والله الفكره اللي عاملينها للتصوير والاماكن اللي اخترناها وشكل التحرك وحاجات كتيرة، يمكن كل مخرج بيبقى له تكنيك أو أسلوب أو ميزات بيتميز بيها عن أي مخرج تاني، فكل واحد له طبيعة وشكل معين. لازم من فترة للتانية كل الواحد يتعامل مع ناس كتير عشان ياخد أحسن ما عندهم في كل تصوير يعمله. إيهاب، فيك تكتم كتير كبير على هالأغنية، على موضوعة، على الكليب، بس شفنا سيارة زرقاء بتاخد العقل، خبرنا. موضوع التكتم هو مش يعني مش عاملين تكتم ولا حاجه، ولكن من الاحسن انه لما يكون في تصوير الكليب انه يظهر الكليب على بعضه كامل بدون ما يكون في تصوير بكاميرا تليفون خرجت اتسربت، فما بيكونش يعني مش حاجه حلوه انه اللقطات تخرج من ايدين التليفونات بتاعه الناس او العدسات بتاعه تليفوناتهم قبل ما الكليب يخرج للنور بعد ما يتعملوا المونتاج والتقنيات اللازمه عشان يخرج باحسن صوره. تاريخ كبير من الاعمال الهتات، يعني ما في غنيه بنذكرها لإيهاب توفيق الا ما كانت هت بحد ذاتها من بدايتك لحد اليوم. اليوم مع اغنيه جديده، مع شركه جديده، مع مخرج جديد، شو واعد الجمهور؟ حنرقص، حنبكي، شو حنحس بالشجن؟ والله الأغنية بتتكلم عن الفرحة، وواحد بيغازل واحدة وبيقول لها باشا وخليكي معايا وخلي سكتنا تبقى واحدة وطريقنا يبقى واحد، يعني الكلام بتاع الأغنية فيه غزل وشوية شقاوة ومعاكسة كده، فهيبقى فيها الموضوع فيه حركة ورقص وما فيهوش شجن. أغنية باشا ما فيهاش شجن، ما فيها شجن. قدمت تحية كتير حلوة وقلت تحيا مصر، كان آخر عمل لإلك غنائي، وذكرت كمان أنه هالأغنية كمان للجنود البيض اللي كانوا واقفين بالصف الأول، الصف الأمامي لمحاربة جائحة كورونا. خبرنا عن تجربتك مع كورونا، هل أصبت؟ هل أخذت التطعيم؟ هل كنت من الأشخاص اللي كتير حريصين وخيفانين وقاعدين بالبيت؟ يعني خبرنا كيف نظرتك لكل اللي صار. والله في الفترة الأولانية أول ما ظهرت الكورونا من أكثر من سنة، كنا زي بقية الناس كلها حذر شديد جدا، أو معرفش بقية الناس، أنا عن نفسي كنت في حذر شديد جدا. أي حاجة بنشتريها من أي مكان، أي تعامل مع أي حد، لازم كل أشياء تتعقم، مفيش أكياس بلاستيك زي ما كانوا بيقولوا. وبعدين شوية شوية الموضوع خف، والإجراءات الاحترازية اللي كنا بناخدها خفت شوية شوية، لغاية ما ابتدى الموضوع ينتشر بتاع الكورونا وفي إصابات كتيرة، ابتدينا نرجع تاني نعمل نفس الإجراءات الاحترازية. دايما أنا ماسك يعني لابس الماسك وماشي بيه دايما، دايما أي سلام مع حد لو اضطريت إن أنا أسلم لازم أرش كحول ومطهرات، والحمد لله ما لم تحدث أي إصابة، ولكن عندي طبعا قرايب كتير واصدقاء كتير حصلت لهم اصابات، حتى في ناس حصلت لهم وفيات بعرفهم، ناس قريبين جدا مني وبعض الاصدقاء الله يرحمهم. بتمنى السلامه للجميع، ويا رب تنتهي الجائحه دي وننساها بقى السنتين دول. بتقول قديه هنقعد مع الماسك برايك هيك تقديريا على كاميرتنا؟ لا يعني انا اتمنى انه خلاص النهارده يكون اخر يوم استعمال للماسك، يعني يا ريت من بقك لباب السماء. دي امنيه بتمناها انا وكل البشر اللي عايشين في على وجه الكره الارضيه، ولكن الاستنتاجات بتاعه العلماء بتقول لسه شويه، يا رب استنتاجاتهم تكون خاطئه
والموضوع يكون أسرع من مما نتخيل وينتهي تماما إن شاء الله. بتعرف عبالي كيف نحن وقت نتخرج منكب هيدي الطاقية تبع التخرج بنعملها هيك؟ أيوة. عبالي هيك نحمل الماسكات كلنا ونكبهم على السماء وما نرجع لهم يا رب. إن شاء الله أكيد إن شاء الله. نحن عقوب رمضان في شي دعاء دين السنة؟ في شي محضره؟ والله لسه يعني رمضان ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. من النهارده لسه عليه شهر تقريبا، شهر وكم يوم كده، ف يا رب ان شاء الله. انا متعود كل سنه بيكون في ادعيه وفي اغاني خاصه برمضان، فاتمنى باذن الله في الفتره الجايه بعد ما نخلص التصوير نرجع مصر ونعمل حاجه ولو اغنيه جديده رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. ايهاب، كنا عم نحكي قبل ما بلشنا التصوير انه شو السر انه ايهاب توفيق فنيا شكلا كمان روح الشباب اللي دائما مرافقتك، هالبسمه اللي هلا شايفتها على وجهك دائما ايهاب ما بتخذلنا لا بالشكل ولا بالمضمون ولا ولا بالانتاجات. خبرنا شو سرك. والله الحاجات اللي بتقولي عليها يعني هيدا ايهاب توفيق. بشكرك أنا من اولا على لليوم على كلامك وعلى الجميل ده. انتبه. الله يخليك. شكرا شكرا، شكر جدا على الـ يعني الـ الـ الاطراء الرائع ده والكلامك الحلو. هي الروح بتبقى يعني اللي بيظهر على الوش هو الموجود جوه في القلب، فأنا محب لكل الناس وبتعامل مع كل الناس بطبيعة ومحبة وبتلقائية، فهي اللي بتظهر على الوش، هي اللي بتظهر على الشكل، هي بتظهر على الضحكة، هي اللي بتظهر على الكلام، هي اللي بتظهر على الاستقبال، على كل حاجة. إيهاب، شو قصتك مع مجلس النواب؟ حنشوفك نائب؟ لا لا، هي دي لا كانت لا. فكرة كده وخلاص وخلصت كم يوم. لا لا، مش شغلتي خالص على فكرة أبدا. مش هينفع أكون فنان وفي مجلس النواب، هي ده موضوع له ناسه وده موضوع له ناسه تاني. طيب أنت بتحب الحياة، بتحب الكوبرا، بتحب يعني شو قصتك ليه الكوبرا؟ أنت مين؟ أنت مين؟ شو هالكمباك القوية؟ والله هي يعني كانت بعتبرها عودة حلوة ومش مقصودة، ما كانتش وزكية. مقصودة. بص، هي جت من عند ربنا. يعني ما كانش فيها دراسة عشان تكون عودة ذكية وبشكل قوي، مش عاد أقولك احنا درسنا وعملنا انا اتعرض عليا البرنامج وخططنا وعملنا وبتاع ونزلنا وعملنا وإيهاب توفيق يعود وإلى الساحة. لا، هي كانت من عند ربنا كده. كلموني على البرنامج، حتى أنا كنت وقتها بأمريكا، ما فيش اتصال غير بالتليفون بس، ما عرفناش نتواصل في حاجة. ابتدوا يبعتوا لي الفكرة بتاعت البرنامج، فأنا بالصدفة كان قبل أيام قليلة كنت شفت النسخة الأجنبية من البرنامج، النسخة الأصلية، فعجبني الموضوع. لقيتهم بيكلموني عنه، عن هي تبقى النسخة العربية الأولى، ايه الحكايه، هنعمل ايه، هنسوي ايه بتاع. انا واخد فكره شويه عن البرنامج، لقيت ان هو نفس الكونسبت بالظبط ونفس الطريقه ونفس الموضوع، فقلت لهم طيب نختار الشخصيه، انا هتفرق معايا اختيار الشخصيه عشان ما يكونش عليها تعليقات كتير. عرضوا عليا شخصيه كذا وكذا 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 وكذا، ففي الاخر اخترت شخصيه الكوبرا. الكوبرا ممكن في التخيل بتاعي وانا كنت بحضر للبرنامج او شايف نفسي هكون ازاي في البرنامج، تخيلت ان الشخصيه بتاعه الكوبرا هي فيها ممكن يحصل فيها تغيرات كتير، فده اللي انا كان في بالي، ان انا لما عارف فكره البرنامج وكنت هبقى واحد من الناس اللي هيشتغلوا في البرنامج بشخصيه لازم تبقى متغيره، فاخترت الشخصيه بتاعه الكوبرا. غنت لهم بقى مصري والخليجي، لبناني، مغربي، خليجي، جزائري، يعني كل حاجة، شعبي، أغاني راقصة، أغاني هادية، يعني حاولت أن أنا أظهر شخصية إيهاب اللي ما حدش يعرفها كتير من الناس، حاولت أظهرها في البرنامج. والماسك اللي أنت لابساه بيدي انطلاق مسيحة غير طبيعي. عايز أقول لك كنت كأني في البيت. يعني ما حدش عارف مين اللي بيتحرك ورا الماسك. غريب هالشعور. بس كان حلو جدا. انا طول عمري متحفظ جدا في التحركات، في الكلام، في الحديث، في الخروج، يعني في كل حاجه. بص، تلاقي في حدود في معينه في الستبس على المسرح، حدود معينه ما بتخطاهاش ابدا عشان ما يبقاش فيه انتقادات كتير. ورا الماسك بتاع الكوبرا انا حسيت ان بانطلاق مش طبيعي. كل اللي كان نفسي أعمله وخايف من انتقادات وخايف من كلام وخايف بيعمل كده ليه، بيتنطط كده ليه، بيرقص كده ليه، بيهزر كده ليه، كله ورا الماسك
شخص تاني. وفي الاخر الحلو انه من بدايه البرنامج كنا عم نقول الكبرى ده تاريخ، الكبرى ده عظيم، الكبرى الفنان اصيل. يعني من بدايه البرنامج الكل كان عم بيقول انه هيدي الشخصيه هي تاريخ فني حافل، ولا لله. مره شكينا انه ممكن يكون حدا فايت على الفن هيك، دائما كنا عارفين انه هيدا الاسم هو تاريخ. ورفقناك طول البرنامج، وبالنهايه وقت انقال إيهاب توفيق قلنا هيك لازم يكون الاسم، مش اقل من هيك. ربنا يخليك. استمتعنا فيك بكوبرا وبإيهاب وبكل شيء، بس من بعد هالبرنامج انا بتخيل لازم توعد المشاهدين بألبوم متنوع اللهجات العربيه. فكره جديده برضه يعني بإذن مش الله. لازم إيهاب بس يغني مصري، ان شاء الله بدنا إن شاء الله. المغربي وبدنا العراقي وبدنا الاماراتي وبدنا بدنا كل اللهجات واللبناني. خلينا نبتدي خطوه خطوه. والجزائري. بإذن الله. يعني كل اللهجات العربية هي لهجات إخواتنا وأحبابنا، وفكرة حلوة. وأمنياتي إن شاء الله أو الأمنية اللي جاية أنه بعد ما نعمل الأغنية بتاعة باشا يبقى في تنويع. لو هلأ قلت لك أختار لهجة تعملها أغنية بعد باشا، شو اللهجة؟ طالما احنا هنا في الامارات يبقى هنبتدي بحاجه اماراتيه او خليجيه. خليجيه يلا بينا. يلا بينا ان شاء الله. غني لنا شيء خليج. يلا نخلي الغنى بقى بعد ما نخلص. احنا هالكنيه طول النهار بالتصوير. بس لو انه ايهاب له من الصبح عم بيصور كليبه وما تعب وما يعني ما هيك ما تزمر بكامل نشاطه وبكامل اناقته ومستعد وحيرجع على التصوير. شكرا لك ان شاء الله. شكرا يا فاتن. شكرا لك. نورتونا وكل سنه وانتم طيبين، وبمناسبه رمضان ان شاء الله يكون شهر خير وبركه وسعاده على الجميع. كل سنه وانتم طيبين. ايهاب توفيق انت دائما هون بالقلب دائما. شكرا لك. شكرا لك. شكرا يا فاتن، تشرفنا. شكرا.